بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات الصرف la conjugaison, le verbe, les modes, les temps. إذن سنرى في هذه الفقرة آخر زمن موجود في الانديكاتيف، موجود في le mode indicatif، يتعلق الأمر ب le passé récent. طبعا رأينا فيما سبق لو فيتور بروش المستقبل القريب، للحصول على هذا الزمن نستعمل لو فيرب الي. مثلا نقول جو في سورتير او بيان جو في بروندر اون ديسيزيون، يعني انا سأخذ قرارا. اذا هنا طبعا نستعمل لو فيرب الي لتصريف فعل اخر. هاد لو فيرب الي يستعمل كمساعد لتصريف فعل اخر. طبعا عندما نستعمل لو فيرب الي قبل فعل اخر الانفينيتيف، حتى نقول بان هذا الفعل الموجود الانفينيتيف، اذا حتى نقول بانه سيحصل قريبا، عندما نقول جو في روندر فيزيت امون امي، انا سازور قريبا، ربما بعد لحظات سازور صديقا. Je vais rendre visite à mon ami. يعني أنا سأزور قريبا صديقي بعد لحظات. إذن هذا le futur proche، كما تلاحظوا بأنه زمان سيحصل بعد لحظات، نعبر عنه هنا باستعمال le verbe aller كمساعد، ثم نأتي بالفعل المراد تصريفه في هذا الزمن، المراد استعماله في هذا الزمن. الانفينيتيف غير مصرف. طبعا لو باسي غيسون تقريبا نفس الطريقة، فقط هو أولا يعبر عن ماضي قريب، نتكلم عن ماضي حصل قبل قليل، كما تكلمنا قبل قليل عن مستقبل سيحصل بعد قليل. إذا لو باسي غيسون إي لو فيتور بروش هما زمنين يعني قريبين جدا، يفصل بينهما لو بريزون. هاد لو باسي ريسون تماما مثل لو فيتور بروش الذي يستعمل طبعا لو فيرب الي كما راينا، ان هاد لو باسي ريسون يستعمل لو فيرب فينير، يستعمل لو فيرب فينير فعل جاء. طبعا لو فيرب فينير عندما ياتي وحيدا تنتكلم على فعل جاء، ولكن عندما يأتي قبل فعل آخر الانفينيتيف، إذن هل تنفهم بأننا تنتكلم على لو باسي غيسون. إذن لو باسي غيسون كيسكو لو باسي غيسون، ماذا نعني بلو باسي غيسون؟ On nomme plus le passé récent pour parler d'un fait accompli depuis peu de temps. نستعمل لو باسي غيسون، نستعمل هذا الزمن للكلام عن فعل تم أو حدث قبل قليل أو منذ قليل من الوقت كما عندنا هنا، دان ايفينمون أو للكلام عن حدث كي فيان دو سو برودوير الذي تم قبل قليل. لاحظ هنا أيضا استعملنا كي فيان دو سو برودوير. شنو المقصود بهاد فيان de se produire. هذا لو باسي ريسون، هذا لو باسي ريسون ديال لو فيرب سو برودوير. طبعا تنعرفوا بان برودوير يعني انتج، سو برودوير يعني انتج. هنا عندنا كي فيان دو سو برودوير الذي انتج قبل قليل، يعني قبل لحظات. تنتكلم على ماضي ولكنه ماضي قريب جدا، يعني أنه ماضي فقط ربما منذ دقيقتين، منذ ساعة، منذ حتى يوم إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن ماضي قريب الذي أنتج، المقصود أنه حصل، يعني تم إنتاجه بفعل فاعل، الذي تم إنتاجه بفعل فاعل. إذا نتكلم عن حدث الذي أنتج قبل قليل، المقصود الذي حصل قبل قليل. طبعا لو فيرب سو برودوير يأتي في هذا المعنى في الكثير من المواقع، في الكثير من المواضع.
إذا نستعمل الفيرب سو برودوير كما نقول أنتج ولكن المقصود به أنه حصل. On utilise le verbe venir, نستعمل فعل venir, فعل جاء, pour construire ce temps verbal. Pour construire ce temps verbal. إذا نستعمل le verbe venir من أجل بناء هذا الزمن الفعلي. طبعا نتكلم عن زمن فعلي. إذا example, إذا كأمثلة, إذا Paul et Julie venaient de boire. لاحظ هنا هذا لو باسي ريسون ديال فعل بواغ ديال فعل شرب. اذا بول اي جولي فوني دو بواغ. المقصود بهذا الكلام ملي استعملنا هذا لو فيرب فونير المقصود انهم شربوا قبل لحظات. عندنا لو فيرب بواغ يعني فعل شرب وعندنا فعل فونير مصرف قبل منه. طبعا لو فيرب بواغ الانفينيتيف. هنا تنتكلموا على لو باسي ريسون الخاص بفعل بواغ فعل شرب لأننا نريد أن نقول هنا بأن بول وجولي أنهما شربا قبل قليل. إذن نسبق هاد لو فيرب بواغ بهاد لو فيرب فونير. إذن نقول بول و جولي فوني دو بواغ. إذن بول وجولي أنهما شربا قبل قليل أن كافي شرب قهوة لوسكيل سو سون روندي كونت. عندما استنتج كما لو نقول أو كما لو نقول عندما أخذ بعين الاعتبار لوسكيل سو سون روندي كونت. عندما أخذ بعين الاعتبار المقصود بأنهما انتبه بمعنى آخر عندما عرف كيل إت أون روتار. إذا هما شرب القهوة قبل لحظات عندما عرف كيل إت أون روتار. عندما عرف بأنهما متأخران pour prendre leur train. بأنهما متأخران لأخذ قطارهما. Paul et Julie venaient de boire un café lorsqu'ils se sont rendu compte qu'ils étaient en retard pour prendre leur train. Oh non, le train vient de partir. Ils n'ont plus qu'à attendre le prochain. آهين لا القطار انطلق قبل قليل. لاحظ هنا لو تران فيان دو بارتير. فيان دو بارتير عندنا لو فيرب بارتير مسبوق بهذا لو فيرب فونير او بالضبط فونير دو. لو فيرب بارتير هنا مصرف في لو باسي ريسون. نعود الى الفاعل الذي انطلق قبل قليل من هو؟ من يكون؟ لو تران يعني القطار. اوه نو لو تران فيان دو بارتير. اهين لا القطار انطلق قبل قليل. إل نون بلو هم لم يعد لهم. إل نون بلو هم لم يعد لهم يعني هما ما بقاش ليهم كا اتوندر لو بروشان إلا انتظار القادم. إلا انتظار القادم المقصود هنا كاتوندر لو بروشان تران. لو بروشان تران يعني ليس لهم الا انتظار القطار القادم. اذا هذا القطار مشى عليهم شنو غيبقى لهم؟ بقى لهم فقط انتظروا القطار اللي غيجي. او نو لو تران فيان دو بارتير ان نون بلو كاتوندر لو بروشان. كون امبلوي لو باسي ريسون اون فرونسي متى نستعمل Le passé récent, pour le français. Le passé récent est employé pour parler d'un fait accompli depuis peu de temps. Et donc, comme on dit, le passé récent est utilisé pour parler d'un fait accompli depuis peu de temps. D'un événement qui s'est produit juste avant le moment où l'on parle. Ou عند الكلام عن حدث ما qui s'est produit. الذي تم كما قلنا قبل قليل الذي أنتج المقصود الذي حصل just avant le moment où l'on parle يعني بالضبط just يعني بالضبط قبل اللحظة avant le moment où l'on parle التي نتكلم فيها عن هذا الحدث. example مثال le train vient de partir. Le train vient de partir. القطار كما نقول جاء لينطلق.
كما نقول أنه أتى لينطلق، المقصود به القطار انطلق، يعني أن القطار انطلق قبل لحظات. كومو كونجوغي لي فيرب فرونسي أو باسي ريسون، كيف لنا أن نصرف الأفعال في اللغة الفرنسية في لو باسي ريسون؟ أون أوتيليز لو فيرب فينيغ كوم أوكسيليير، إذا نستعمل لو فيرب فينيغ كوم أوكسيليير كمساعد. إذا طبعا رأينا في الأزمنة الأخرى مثلا لو بلوس كو بارفي، مثلا لو فيتور أنتيريور، مثلا لو باسي كومبوزي، أننا نستعمل إتر أو أفوار كوم أوكسيليير كمساعدين. لكن هنا طبعا على خلاف هذا، وحتى نقول هذا المعنى الذي عندنا هنا اللي هو أن هذا الفعل حصل قبل لحظات، إذا طبعا سنستعمل لو فيرب فينيغ كوم أوكسيليير مكان المساعدين المعروفين الآخرين. أون أوتيليز لو فيرب فينيغ كوم أوكسيليير، نستعمل لو فيرب فينيغ كوم أوكسيليير كمساعد. كونجوغي يعني هو الذي يصرف، كونجوغي مصرفا، إذا نتكلم على كونجوغيزون يعني الصرف، لو فيرب كونجوغي يعني فعل صرف. إذا هاد المساعد اللي هو لو فيرب فينيغ كونجوغي يعني هو الذي سيصرف، بلس لا بريبوزيسيون دو زائد الحرف دو. نقول مثلا il vient de، le train vient de، نضيف هاد دو بلس لو فيرب الانفينيتيف زائد الفعل غير مصرفا الانفينيتيف انه غير مصرف، مثلا لو فيرب بارتيغ انه غير مصرف. إذن اكزومبل جو فيان دو لوبي لو تران، طبعا لو فيرب لوبي المقصود به مال اكزيكوتي ان ترافاي، يعني انك تنفذ عملا بشكل سيء، انك لا تحسن التصرف في امر ما. لكن هنا المقصود به غاطي لو تران، يعني انك لم تلحق القطار. جو فيان دو لوبي لو تران، اذا انا لم ألحق القطار قبل قليل. إذا نتكلم هنا عن كما تنشوفو لو فيرب فينيغ مصرف البريزون، أضفنا بعده دو، ثم أتينا بالفعل المراد تصريفه اللي هو لوبي. إذا فحصلنا على لو باسي ريسون دو فيرب لوبي، حصلنا على الماضي القريب لفعل لوبي. لوسكون سو ريفير au moment présent، عندما نرجع الى اللحظه في الحاضر، عندما نرجع الى اللحظه في الحاضر، المقصود هنا باننا غناخذ اللحظه ديال الحاضر هي نقطه الارتكاز ان صح التعبير، نتكلموا على اللحظه التي نتحدث فيها، ثم غنتكلموا على اللحظه اللي قبل منها، غيكون قبل منها لو باسي ريسون. اذا lorsqu'on se réfère au moment présent، عندما نرجع الى اللحظه في الحاضر، مومون او لون بارل، اللحظه التي نتكلم فيها. عندما نتكلم على لو باسي ريسون، عندما نتكلم على الماضي القريب، فبالنسبه للحظه اللي في الحاضر او التي نتكلم فيها حقيقه، اذا هنا اون كونجوغ لو فيرب فينيغ او بريزون، اننا نصرف لو فيرب فينيغ او بريزون، نصرف فعل جاء في الحاضر. اكزامبل مثال لو تران فيان دو بارتيغ، القطار انطلق قبل قليل، صرفنا هنا لو فيغ فينيغ او بريزون، المقصود به اذا القطار بصح انه انطلق قبل لحظات من هذه اللحظه اللي تنتكلم فيها الان. اذا هنا استعملت لو فيغ فينيغ او بريزون للدلاله على هذا الامر، لو تران فيان دو بارتيغ، وانا اقول هذا الكلام والقطار فعلا انطلق قبل لحظات. إذا أقول ماذا؟ نو دوفون أتوندر لو بروشان، نحن علينا أن ننتظر القادم، علينا أن ننتظر القادم. نو دوفون طبعا عندنا لو فيرب دوفوار توجب، المقصود أنه يتوجب علينا أتوندر انتظار لو بروشان، المقصود هنا لو بروشان تران يعني القطار القادم، إذا علينا انتظار القادم. إذا عموما للحصول على هاد المعنى نصرف لو فيرب فينيغ أو بريزون، ثم نضيف دو
ثم نضيف الفعل المراد تصريفه كما عندنا هنا مثل لو فيرب مانجي بار اكزومبل لو فيرب مانجي او بيان لو فيرب فينير او بيان لو فيرب فوار او بيان دوتر فيرب اتسيتيرا. On conjugue le verbe venir au présent. Je dis, je viens, par exemple, de manger. أنا أكلت قبل قليل. Tu viens de finir. أنت أكملت قبل قليل. أو أنت أكملت قبل قليل. Il vient de voir. هو رأى قبل قليل. Nous venons de manger. نحن أكلنا قبل قليل. Vous venez de finir. أنتم أكملتم قبل قليل. أو أنتن أكملتن. قبل قليل. Il vient de voir. Il vient de voir. يعني هم رأوا قبل قليل. Il vient de voir. هم رأوا قبل قليل. ثم نكمل الجمل. نقول مثلا في الحالة. Il vient de voir une scène. Il vient de voir une scène. Il vient de voir une scène. هم رأوا قبل قليل. مشهدا. إذن هذا عندما نرتكز على الحاضر. Lorsqu'on se réfère à un moment du passé, هنا غنعود نرجعو نرتكزو ولكن على واحد اللحظة في الماضي. واحد اللحظة في الماضي. ثم نذكر الفعل اللي حدث في واحد اللحظة قبل منا. قبل من هذا الماضي. إذن lorsqu'on se réfère à un moment du passé, عندما نرجع إلى لحظة في الماضي, le reste de la phrase Le reste de la phrase est au passé. إذن بقية الجملة طبعا أن في الماضي. مادام أننا نتحدث عن الماضي إذن طبعا الجملة ستكون في الماضي. لكننا بالعودة إلى هذا الماضي سنتحدث عن حدث ما حدث قبله بقليل. إذن نتكلم هنا عن لو باسي غيسون ولكن بالمقارنة بالنسبة لهذه اللحظة اللي في الماضي. On conjugue le verbe venir à l'imparfait. إذن في هذه الحالة نصرف فعل venir à l'imparfait. طبعا l'imparfait هو نوع من الماضي. Exemple, إذن كمثال. Il venait de boire un café lorsqu'ils se sont rendu compte qu'il était en retard. إذن هم شربوا قبل قليل قهوة lorsqu'ils se sont rendu compte عندما هم عرفوا عندما هم فهموا كيل اتي اون روتار عندما علموا بانهم متاخرين. اذا هم شربوا قبل تلك اللحظه قهوه. Il venait de boire un café lorsqu'ils se sont rendu compte qu'il était en retard. اذا طبعا هنا غنصرفوا لو فيرب venir à l'imparfait. اذا سنقول je venais طبعا نقول je venais de manger يعني أنني قبل تلك اللحظة في الماضي أنني أكلت. Tu venais de finir. أنت أكملت قبل تلك اللحظة في الماضي بقليل. Il venait de voir. إذن هو رأى قبل تلك اللحظة في الماضي بقليل. Nous venions de manger. نحن أكلنا قبل تلك اللحظة في الماضي بقليل. Vous veniez de finir. Vous veniez de finir. أنتم أكملتم قبل تلك اللحظة في الماضي بقليل. Il venait de voir. إذن هم رأوا قبل تلك اللحظة بقليل. إذن هذا فيما يخص لو باسي غيسون كما ذكرنا. إذن نستكمل في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.